ضيفنا في الحلقة دي هو المهندس أحمد. أحمد شغال في شركة من شركات التليفون المحمول، واللي عمل المقلب في أحمد هو صاحبه تامر. تامر كلم أحمد وقال له إنه ليه فلوس عند ناس واداله العنوان، وأحمد استجدع مع صاحبه تامر وراح علشان ياخد الفلوس. هو قايل لي إن أنا المفروض في فلوس جاية لي. تمام صح؟ أوكي صح، أنا جاي صح ولا؟ لا عادي، بشتغل في شركة محمول يعني. اوكي تمام. يعني كويس الحمد لله. اصل تامر ما ادانيش اي تفاصيل. اطلع البطاقة يعني ما تقوليش. لا تمام، بس بتعرف انت في ايه؟ لا ما فيش حاجة، بس مستغرب يعني. انا في بالي ان انا هاخد الفلوس وامشي بس يعني. لا انا يعني انا فاكرة انه تامر نتكلم معاك، لان ده مش اول مرة يبقى فيه يعني تعاون بيني وبين تامر يعني في حاجة. انا اوريدي على فكرة يعني هي الفلوس هو خدها. خد ايه؟ خد فلوس. ما هو انا في بيني وبين تامر شغل. هو طب انا معرفش، وما اعرفش اللقطه، وما اعرفش هو ايه القصه ايه. هو بس هو يعني طلب مني فيفر يعني. أوكي. اجي قال لي معلش، بس هو اعتقد بره ولا حاجه، وقال لي معلش عدي شقه، انا حتى معرفش عماره شقه كذا، خبط هيدوك فلوس. فجابت فلوس. لو هو مش فلوس همشي عادي جدا. لا هو انت ممكن يعني نقعد مع بعض شويه وبعد كده تبقى تكلمه وتشوف بقى يعني تتحاسبوا ازاي. انا مش يعني مش طالبه يعني. لا يعني انا اقصد برضو ايه، فاهمه يعني؟ لا مش فاهمه يعني الجو يعني. امشي لو مفيش فلوس همشي. ايه خايف من مراتك؟ انت متجوز؟ بخاف منها، انا راجل جواز جدا. لو عايز تبقى تديها كده الاثنين حلوين، مصر جميله. ايه طب احنا هنا لوحدنا يعني، ما فيش حد. ما هو ما هي دي المشكله. دي مشكله. لا معلش. طيب انت مش خايف من مراتك بس ولا ايه؟ خايف من ابويا. كلامك خفيف على فكره. الله يخليك. يعني انا مش عارفه مين استخدمه جاي دلوقتي يعني، مش لاحقه اتكلم معاك براحتي بصراحه. ايوه وبيقول انت مالك وبتعمل ايه؟ انا مش عايز اسمع صوتك خالص. هو
هو بس لسه اللاعب كان بيتمرن هنا فايه فرحان بنفسه. انا هنا كبير ماشي يا عم. ايه القصه استاذ مين؟ القصه ان الباشمهندس انا قاعده معاه عادي يعني، وده اصلا مش فاهمه يعني، هو كل شويه لقينا تطلع عامل لي مشاكل. قلت له خلاص خلصت يبعد عني. استاذ قاعد معاها عادي، ايه المشكله دلوقتي؟ ايه مشكلتك؟ انا حره اعمل اللي انا عايزاه. ايوه بس هو مين يعني؟ يعني خطيب جوزه بنتظر في جوازاته. اه جوزه ده انت لو انت الصبح طب يا عم مش تخش البنات لي، قالت لك جوزها مش تخش البنات لي. مبروك. طب الجواز ده رسمي؟ يلا بقى يا جماعه ثواني بقى استاذ معلش برضه انت خدت الجواز ده رسمي؟ هو انتوا ايه العيله كلها ساكنه في العماره؟ الجواز ده رسمي يا دكتوره؟ لا لسه ما بقاش معلش بس انت دلوقتي انت بتقول انا مش عايز اسمع حسك، مش عايز اسمع صوت. زمان يا اخوان انا هنا الكبير. الجواز ده رسمي؟ نعم. خلاص يبقى نتوصل دلوقتي علشان ايه نحل الازمه. تمام الاستاذ بيشتغل ايه؟ على فكره انا بحبه وبيحبني اصلا. الف مبروك. بيشتغل ترزي. بيشتغل ايه؟ ترزي. ترزي حريمي. هو بيشتغل اصلا مهندس. طب يعني انت بت يعني هتفرق معاك؟ مش احنا خلاص اخترنا بعض؟ اشتغل ترزي بقى، اشتغل مهندس. لا انت بتشتغل تشتغل ترزي ولا تشتغل مهندس؟ لا هو هو الموضوع كله جميل فيعني احنا بنتكلم دلوقتي كلام وصول. انت دخلت الباب ولا دخلت البيت؟ دخلت الباب. دخلت الباب. تمام؟ نجيب بقى المأذون ونخلص القصه دي. لا حد صار المأذون بيخلص في الحاجات دي. تمام يا دكتوره؟ معاك بطاقة كابتن ناس؟ اه تمام. ثواني يا فؤاد انا اتكلم مع ابراهيم واجيبه لي، مش عايز اي دوشه. خلاص يا استاذ ايه اختار؟ ثواني ثواني انا هكلم بابا على طول. هي اختار انا ابراهيم اجيبه من بره مفيش مشكله. هي اختار مش عايز ينفع، مش عايز اتنورك. لا ولا ينفع اصلا على فكره، ملوش حاجه عندي، هو مش واثق. لا عشان الناس هو يبقى هو يبقى من الشهود ولا ايه؟ الشكل لا الشكل لا. طب خلاص مش عايز تستفز. طب ما تسيبه. مش عايز تستفز، مش عايز تستفز انا بس انا فاهم الليله مش عايز تستفز. طب اصل هو داخل بس عامل لي فيها. انت ما تعرفش اللي فيها. لا لا انا اعرف اللي فيها ولو عايز اعرفك اللي فيها. انا ما اعرفش اللي فيها ولا بلدك. اه يا عم والله على انت ولا بلدك. خليك بس راجل يا عم. انا راجل غصب عني غصب عني. بس لا ما تجيش. خليك راجل. انا راجل غصبك وغصب عني. عايز يتجوز. افهم بقى فؤاد، افهم الكلام ده وقول ده بقى كده. هاي وانا واقف صفاه. ازيك انت صوتك عالي ليه؟ انا لقيت عم مفيش حاجه. عاملين لي مشاكل، عاملين لي مشاكل قوي. دكتوره اتفضل. اه حاجه كده حلوه كده. المهم بقى عليك كده طول عنده كده. ليه مش بتحب تشوفها فرحانه يعني؟ انا مش فاهمك. وادي الراجل ده مين وعلينا دلوقتي؟ ده مين وعلينا؟ ايوه تقول له لا يا دكتوره بس في شكه في مهر في كلام انتوا قلتوه ولا ما قلتوش؟ هي هتقعد معاك بعد كده هتحكي لك كل حاجه. ماشي اوكي ماشي. بس هو كده هو عمره ما بقى شوفها فرحانه ولا مبسوطه. انا مش عارفه على فكره هو يعني. بص ممكن يبقى هو زعلان اصلا. بص شكله هيعيط اصلا. خلاص انا سكته يا توته بقى. احنا دلوقتي في ليله حلوه سامعينها زغروطه والنبي ما تيجي. سامعينها زغروطه ما يصحش. اه سامعينها زغروطه والنبي. انا جامد فلوس يا مأذون. اتفضل اهلا مأذون. اصلا عبد الرحيم ازيك يا مأذون؟ صباح الفل عليك. اتفضل اتفضل يا توته. اتفضل تعالى هنا خلاص كده بقى بين العروسه والعريس. عروسه والعريس. اتفضل يا مأذون. الله العظيم. معلش هي حاجه ملمومه. لا انا مش هتجوز هو الراجل ده واقف. لا يا انت ما اعرفش. لا حاجه ملمومه. لا يا باشا انا ما استفدتوش. ما استفدتوش. مش حاضر. اه مش حاضر. يلا بقى انزل اشتري. بس بقى مش حاضر. ده نفس ده زعل وحش وانا ما دمه بالعافيه. ازاي يعني؟ انا بقول لك عشان الكبير بتاعه ولا مبلع. فانت ده بقى كده خلينا احمد. احمد خلاص. ايه الشرطه؟ يلا يا شيخ خير البري عجبني. هو انا مش فاهم بس يا جماعه هو في مشكله حاصله صح؟ اه فؤاد. مع ابراهيم. فؤاد. ايه رايك بس ذنبك ينفع الناس تتجوز دلوقتي؟ بصوا في اللي انا عامله. طب انا ممكن اخش في وقت نعم؟ اقعد يا عم فؤاد. مشكلته اقعد. مش حاجه عندي انا محتاجه اكتب. يا عم انا مبسوطه. طب يا جماعه نشتغل ولا ايه؟ طيب اتفضل يا عم. استاذ مولانا استاذ ينفع كلمه امين السعد؟
انت جاب عريس يا هرم، انت جاب عريس يا هرم يعني كده حق الراجل استفز بجد. يا عم خلصنا بقى يا جماعه، انا اروح بيتنا انا مريح. لا يا عم رحيم الله، بس يا عم بتقطق فين يا عم؟ خلص مش معايا بتاع. لا عايز حضرتك مين اتصل بيا؟ عايز تتجوز؟ اه مش معايا البطاقه والله. طب جيبوا البطاقه. طب هقول لك، خد البيانات، خد بيانات عمر، وبكره ان شاء الله نجيب له البطاقه. طيب البطاقه بتاعت العروسه، ممكن البطاقه بتاعت العروسه؟ بطاقتك فين يا دكتور؟ لا اكيد ضايعه يا دكتوره، اكيد ضايعه. احنا جايين نجيب ضايعينها، احنا جايين نجوز ليه ضايعين؟ لان نتيجه احنا نتصرف مع بعض. يا جماعه انتوا بتهزروا وتستظرفوا، اروح بيتنا ليه؟ يا عم انت مالك؟ كنت امين شرطه هتجوز يا عم؟ طب بص انا هتجوز ضد البطاقه. خد البطاقه، خد البطاقه، خليك في حالك. خد بس فؤاد، خليك في حالك. انا عايزك تهدى. وانت هتجوزي بسوء البطاقه ده؟ ما تطلع البطاقه، ما خليك في حالك يا عم. ما تطلعها خليك في حالك. انت زعلان ولا ايه؟ انت مالك يا باشا؟ مش انت تجيبه؟ اه ما تجيبش انت مش راضي. انا غصب عنك، غصب عنك، غصب عنك. بس عايز اسمع صوت حد. انا هنا كبير. انا ايه؟ ايوه انت كبير. ده مش حل يا استاذ فؤاد كده، مش هنحل الامور. تعالى بقى معايا كده. اهلا وسهلا يا ستي. خلص ايه المشكله؟ فهموني عشان اعرف اتصرف. طلع البطاقه خلاص. طيب هو يعدي عليا بكره، يعدي عليا البطاقه بكره. طيب خلاص انت مش تفهم. بطاقه بكره. اتفضل يا مولانا. خلاص يا اخويا اتفضل يا مولانا. صلوا على النبي بقى. يا عم مش عايز ده، مش هيديها له، بيهرج. يا عم انا بهرج، انت مالك؟ انا بهرج وهي موافقه، انت مالك؟ انا بهرج وهي موافقه، انت مالك؟ تشيلك بس عليها استاذ. طب انا ما بنديش ايه، يبقى ما توجهليش كلام. ما توجهليش خيالك قاعد. تخيلني واقف هنا وكلمني والله. يعني سمعينا زغروطه عشان ننهي الحكايه دي. سمعينا زغروطه. يلا ايوه عشان كده. خلاص يا اخويا باشا، بقول لك ايه، يعني مش دي بنت مراتي؟ انا هعرفك دلوقتي. ودي شقه مراتي؟ بعد اذنك بقى عشان احنا زعلانين. يلا. طب يا يلا بقى عشان انت عادي. امال مزنين. فاهم يا جماعه. طب يلا يا باشا. لا مش عايز حد يجي يتبع. لا مش عايز. لا 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 عيب. لا لا عيب عيب عيب. بعد اذنك مش عايز اخد حد. لو سمحت لو سمحت، هما كلمتين اقولهم لك. هما كلمتين. انت عايز الراجل ده؟ تعالى كلمني. بقول لك ايه يا بص. لا ما تسوقنيش. طيب ماشي. ما تسوقنيش. طيب لما تعصب سيبه يتعصب. لا ما يتعصبش. اتعصب ايه يا عم؟ اتعصب دي بالسين. لا بالصاد. اتعصب بالصاد. بالصاد. بس مش هنختلف بقى عشان اتعصب وبقى كده. انا رايحين عشان الحروف الاجنبيه. طيب ماشي. طب ما كان ما تجيليش كلام، اتفضل اطلع. انا عايز اقول لك ان انا بيتي. قالت لك بيتي. قالت لك بيتي. قالت لك بيتي. مش عايز اسمع صوت. مش عايز. انا راجل غصب عني. خليش بقى بسيط. طيب يا عم عمر لو سمحت. يا عمر ما تتكلم بايدك. طيب ما لسه اتكلم. انا بقول لك استنى مصدق نفسك. ما تتكلم بايدك. لو سمحت بعيد. ممكن اجيب شومه واخبط بيها يا بكر. يعني انت مقضي حياتك كلها في الجيم عشان تجيب دي لامي شومه؟ ده مش ذكر يا بيه. بقول لك مثلا. بقول لك مثلا. خلاص مثلا ممكن تجيب شومه مثلا. خلاص انت عليك ثواني. انت عايز الراجل ده؟ انت عايز الست دي؟ ماشي يلا بقى يا عم النجم. تعالي هنا تعالي هنا. ثواني بقى ثواني ثواني بقى. انت بتضايق حاجه؟ اسمع معايا بقى. تعالي هنا تعالي هنا لو سمحت جنب العروسه. تعالي هنا جنب العروسه. تقصد جنب العروسه بنت خالتك؟ تقصد لا يا عم ما يجيش جنب العروسه. ثواني. لا يا عم ما يجيش جنب العروسه. يا عم اوعى يا عم افهمني. عيني بقى. لا يا عم ما يجيش جنب العروسه. يا عم مش هجيب سيره. يا عم مش عايز ازقها. طب تعالى بقى تعالى. ايوه ايوه بس هو ما يجيش جنب العروسه. مش عايز اقف انا جنب العروسه. اقف انت جنب العروسه. اقف انت جنب العروسه. ممكن اقف جنبيك؟ تمام؟ اقف انت يا عم جنب دي. تعالى الشيخ بقى جنبينا هنا. بص ممكن تسمعني الكلمتين الاثنين؟ تعالى الشيخ جنبينا هنا. جنبينا هنا. اتفضل يا عم. ممكن بقى ممكن عم الشيخ اللي انت شفتيهم ثواني. دكتوره فتحي جلن. دكتوره طلع البطاقه. طب انت بقول لك ايه؟ ما تخليك في حالك. خليك بقى في حالك يا عم. الراجل ده بيتكلم بيعصبني. بعد اذنك انت عايز ايه من هنا؟ امشي. انا عايز اسوي ايه؟ انت جاي كل حياتي. كلهم ده الراجل بتاعك. الراجل بتاعي. خليه يكتب بقى. اقول لك على حاجه، انا ماشيه معاك مش متجوزاه ومش هتجوزه. مالكش فيه. ايوه حضرتك ماشيه معايا وحضرتك ماشي معايا. احنا عايزين نمشي مع بعض في حياتك. احنا مصروف في ايه بنتي؟ يعني انتوا ماشيين مع بعض. الف مبروك يا استاذ. الف مبروك. الف مبروك يا فندم. ماشيين مع بعض. انا كمأذون اعمل ايه؟ انت بتمشي بقى. انا كمأذون امشي اعمل ايه؟ تمشي بالموضوع. انت بتتفرج. انت بقى انت متجوز. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي.
وهكذا وانا جوزها جوزها تاكل جوزها ومتجوز كمان. اتفضل انت ارجع شويه. طب انت لازم تشوف حل عشان ننتهي من القصه دي. انا معايا واحده وفي الثانيه وفاضل كمان اثنين. حق بصراحه ده الراجل. ده الراجل وما تقولش راجل. وكلمت وقلت لك ما تقولش راجل اخليه في حالك. ما تقولش راجل. ما هو انت كده ما تقولش ده الراجل لان راجل غصب عنك غصب عن بلدك. قلتها لك ما تشغلش بالك. ما تقولش الراجل. ما تقولش حاجه. ما تسكت اسكت خالص. هنقعد بقى في المحاضره. ما هو انت مش احنا قلنا فؤاد بقى المهندس ده يتفضل و الراجل بارك لك من قلبه وخلي بالك انا فاكر يعني بارك لك من قلبه وقلنا بقى نتجوز ونكتب وجيت اتناقشت مع الدكتوره. انا عايز افهم احمد صح؟ انت عمر عايز افهم عمر عشان الراجل الطيب اللي احنا مننا ده. بقول لك ايه؟ هو انت عايز ايه يا احمد؟ يا احمد ناقش عمر صدقني بيضحك على فؤاد يعني لازم افكر وحياه ربنا بصراحه فؤاد حقي يتكلم فؤاد دمه خفيف والله العظيم. لا والله انا بحب فؤاد. اتجوزي؟ نعم. مش قصدي يعني اتجوزي؟ نعم يا خليفي اللي معاك بجد. لا انت مالك؟ هو ده اتجوزي؟ تعالى اقف هنا يا بت. ثواني هو انت مش جوزها؟ استنى. ما انا لو جيت لفت هنا هشوف فؤاد احسن. ايه زودك؟ بص فؤاد ما بصراحه انا كنت بشوفه كل ليله بالليل بيدخل لها بالليل. لا انت بجد اوفرتيها. انا سحبت لك من الصبح. ايه ده يا شيخه ده؟ انت عارف ان كل ليله بدخل لها بالليل؟ اه بقى بقى خليني اشرب لك. يا رد على الراجل بتاعك. هتكذب ليه؟ رد على الراجل بتاعك. طب اقول لك حاجه. اقول لك حاجه. انا باجي كل يوم بالليل. طب ما دي بجي. انا باجي. يعني اللي عندي حاجه ياخدها. لا مش هكتب الكتاب. انا مش هكتب الكتاب. انا مش هكتب دين امي الكتاب. اوعى يا عم. اوعى يا عم. يا عم ما تزعلش. اتفضل يا عم اطلع بره. خلاص يا عم. اوعى يا عم. ايه ده؟ لا ما اصل هو اي حوار بقى. مفيش اي حوار. ما تشغليش نفسك. ما تشغليش نفسك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. خلاص مش عايز احط لينس. مش عايز. مش عايز صوت. ربنا انت مديت ايدك عليا يا ابني. معلش يا عم. مش لازم يا عم. معلش يا عم. معلش يا عم. ما خدتش مالي عيني في مكان اصلا. مش كاتب يا جماعه بعد اسمك. مؤاخذه يا عم. لا مش كاتب. مش عايز. مش عايز. ايه عشان بس انا خير. بقول لك ايه؟ بقول لك ما تجيش دعوه انت. ما تجيش دعوه انت. ما تجيش دعوه انت. انت بتقولي اي كلام. لا لا بقول لك ايه؟ تجيش دعوه انت. مش عارفين يجيبوا لها حقها. ممكن بقى نهدى. هو ده نفسه. مش محترمين. السؤال. وخليهم يجيبوا لها حقها. يا عم تعالى بس كده. يا عم اقعد مع الرجاله. انا مش راجل عدل. طب ما هو طالما في رجاله واقفه خلي حريم ما تتكلمش. انت سؤال. خليك في حالك. مش دي رجاله وده حريم. خليك في حالك. لا مؤاخذة يا فؤاد. بقول لك ايه يا عم معين دي؟ الراجل ده بيجي لك كل يوم؟ باجي لك كل يوم. باجي لك كل يوم. اسكت بقى. افتحوا لي الباب طيب. لا 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 ما ينفعش. ما ينفعش يجي كل يوم وما يتجوزهاش. يا عم انا باجي لك كل يوم ومش هتجوزها. خلاص مش هيتجوز. طب ثواني ثواني احمد. هو انت بتجي لي كل يوم عشان نعمل نفس المقلب؟ احمد احنا بنحبك والله. ايه؟ والله العظيم انت دمك خفيف جدا. وهبه والراجل ده بيهزر معايا. باي باي. عمال اقول لك يا كابتن. تبص للكاميرا تقول انك واقف على سطح. لا موافق طبعا.